مساء الخير، مساء الورد. رحلتي مع شركة Forever Living الأمريكية كانت محض صدفة للدخول بهذا العالم اللي غير حياتي التغيير الكامل. التغيير اللي طرأ علي كان بمثابة انقلاب جذري لحياتي. Forever علمتني الصبر، Forever علمتني الأمل، Forever عيشتني التحدي، جعلت مني إنسانة قوية بارعة بكل شيء، فتحت لي آفاق واسعة، جعلتني أعرف أن كلمة مستحيل لا مكان لها بقاموس كيان. كل يوم أفكر بشيء جديد وبدأت خطواتي الجديدة، لذا سيكون لدي أكبر فريق وأحسن الكوادر وأفضل العقول. شركة Forever حققت ذاتي ونفسي اللي كانت تائهة. إذا أريد أوصل لشيء معين أكيد أستثمر أوقاتي، وإذا أريد أطور ذاتي أكيد أبلور أفكاري. إذا أريد أغير من نمط حياتي حتما راح يكون بيدي التغيير. ودمتم حبايب قلبي بألف ألف خير.